القاعه كلها بتصف والام فرحانه انه ده ابنها البلبوسه هو بيتجوز النهارده وكان بتبوس في البانيو الازرق سماوي بتاعي. ليه بقى المصريين ما ينفعش يعتبوا على الافراح؟ انا متفقه ان افراحنا حلوه وجميله وبترقص ولا لا، بس في نفس الوقت في حاجات كتير قوي الواحد مش بيفهمها في الافراح المصريه. من اهم العناصر اللي في اي فرح مصري الراجل اللي بيصور. الراجل ده تقريبا بيعينوه على قدرته ان هو ما يحسش بحرج اللي قدامه، بيقف قدامك 10 ثواني بيعدوا عليك 10 ساعات، تبقى شايف نفسك في الشاشه اللي قدامك وانت التوتر باين عليك وهو مش حاسس بده. لو بتاكل هيلقطك وانت بتاكل وهيلقط حته الفرخه وهي داخله بقك عشان يصورك، هتلاقيه برده واقف معاك وانت بترقص مامتك او جدتك معاك في الفرح. من الحاجات الصعبه قوي موضوع الرقص بالاجبار، انت لازم ترقص وتعرق وتهز، كلنا هنهز في لقطه كده دايما في كل فرح مصري ان في بني ادم قاعد بيتشد من ايديه لغايه ما يدخل الدانس فلور. لو ما روحتش رقص من اول فرح لاخره يبقى انت مش بتحب العريس والعروسه بما فيه الكفايه، وهيبتدي يبص لك بصات جادجمنت كده اللي هو انت قاعد في الترابيزه بتعمل ايه، انت جاي فرح كده نقعدك، انت لازم ترقص. من الترندز اللي كنا فاكرينها هتختفي في يوم من الايام وما اختفتش هي الترند بتاع سلايد شو. في الاول ابتدت كفكره لطيفه بنحتفل بيها بقى بحبنا، تحولت ان احنا بنقعد نسف على العريس والعروسه وموقفينهم على الجنب يتفرجوا على سلايد شو كاننا بتذلهم اللي هو ده انتوا وانتوا صغيرين. فاكر شنب الاعداديه؟ فاكره انت شنب الاعداديه؟ يبقى في بقى الصور بتاعتنا واحنا اطفال بقى واحنا بلابيس، وهي صوره واحده عندنا كلنا واحنا في البانيو ان بيتي او اللبني سماوي بيصوروها لنا واحنا صغيرين عشان عارفين ان هم هيحطوها في سلايد شو بتاعنا يوم فرح. فكره بقى ان السلايد شو دي عاده بيبقى عاملها البيست فريند بتاع العريس او البيست فريند بتاعه العروسه، بيتقابلوا في السر تقريبا وبيتفقوا من وراهم عشان يجيبوا لهم اكتر صور محرجه ويقعدوا يتبسطوا بقى، بيحبوا يذلوهم. تبقى الام هي الوحيده اللي فرحانه بجد، القاعه كلها بتصف والام فرحانه انه ده ابنها البلبوسه هو بيتجوز النهارده وكان بتبوس في البانيو الازرق سماوي بتاعي. لو بقى الصور كانت طبيعيه جدا وفلتنا الاديتس برده عمرها ما هتبقى طبيعيه، لازم هتلاقي دايما في قلب خارج كده بيتقسم نص في وشك ونص في وشها، ممكن نجمع القلب ده يبقى وشك وشها وش واحد، زجزاج في نبضات قلبك انت وهي، سحابه في مثلا صورتك وانت صغير صورتها وهي صغيره، سحابه تلم تاني وصورتك ولسه واخدينها اول امبارح عشان سلايد شو بتاع الفرح. البوفيه اخر ناس بنفكر فيهم هما الناس اللي جايين لهم اللي هو العريس والعروسه، بنفضل كده موقفينهم برده زلينهم، كلنا هناكل يا كلاب قبلكم، كلنا بقى بنفضل واقفين كده بالطابور وهما تلاقيهم كده مستنيين دورهم لغايه ما في حد يعطف عليهم ويجيب لهم طبق عليه حته ساندوتش سجق وحته من التورته اللي عليها وشكم. مش بنتعلم من غلطتنا بقى ان احنا ما نجيبش اطفال معانا الفرح. الاطفال بيحبوا يثبتوا وجودهم في الفرح في كل الفقرات، بيتصوروا مع العريس والعروسه، الفيرست دانس موجودين مع العريس والعروسه، الكابلز دانس موجودين مع العريس والعروسه، فقره رمي البوكيه بيبقوا موجودين وبيحاولوا يلقطوا البوكيه حتى لو هم مش فاهمين اللعبه دي بترمز ايه، بس هم برده عايزين يثبتوا وجودهم. فقره الاكل بقى دي بقى اللي هي مزاجهم دي اللي هو بقى بيحبوا يتالقوا فيها، بيقعدوا يلفوا كده حوالين نفسهم في دوائر لغايه ما يدوخوا او يرجعوا او يتوهوا او يتوهوا وبعدين يدوخوا وبعدين يرجعوا. في الاخر دايما تلاقي واحد بيتكلم في المايك يقول يا جماعه حد شايف طفل الكرافته بتاعته ازرق سماوي او بني موكا؟ العريس اكتر واحد بعتبره ضحيه في الافراح المصريه، بيتعرض ان هو في اي لحظه ممكن صحابه يهجموا عليه ويتلفوا حواليه ويبتدوا يحتفوا لفوق بقى، وتلاقي دايما ام العريس في الفقره دي خايفه وماسكه اعصابها، وتلاقي برده العروسه عندها نفس المشاعر ماسكه اعصابها اللي هو لان ده جوزي افرض بقى حصل له حاجه في ليله فرحنا هيقولوا عليا فقريه ما اعرفش بقى الحاجات. اصحاب العريس بقى بشكل عام بيحبوا يوجبوا معاه وهم بيطيروه كده بيوجبوا معاه بطريقته كابتن. لو انتوا كمان شفتوا حاجات زي كده او انيل من كده في الافراح المصريه اكتبوا لنا في الكومنتس وعرفونا رايكم.